يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نروح احنا وكل حضراتكم على فرع النادي الاهلي بالجزيره، لان زميلتنا العزيزه روزان نصر موجوده هناك حاليا عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي في فروعه المختلفه وفي فرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، أخبار النادي هنقلها لحضراتكم هنا طبعا من فرع النادي الأهلي فرع الجزيرة. يعني خليني أبدأ معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم وتحت قيادة مستر ريكاردو سواريش المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعد طبعا التعادل السلبي مع الإسماعيلي في مباراة الأمس أعطى اليوم راحة سلبية للفريق، وسيستأنف الفريق تدريباته غدا في ملعب طبعا هنا في فرع الجزيرة. أضاف كمان ريكاردو سواريش من بعد مباراة الأمس: أشكر اللاعبين وفخور بهم، وسوف أقوم بتقييم الجميع مع مسؤولي النادي لنكون أقوى خلال الموسم المقبل. من كرة القدم لرجال يد الأهلي: إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي. أوضح رئيس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن محمد لاشين لاعب الفريق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة أتلتيكو بلد الوليد بمعسكر إسبانيا. وأوضح كمان اللاعب أنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء الجراحة الخاصة في أقرب وقت. وأوضح رئيس الجهاز الفني للفريق أن منظومة كرة اليد بالنادي الأهلي تسانده بشدة من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة من جديد للفريق. خليني سريعا بقى يعني انقل لك يا كريم وانقل طبعا للمشاهدين يعني الاجواء هنا داخل النادي الاهلي فرع الجزيره. في اقبال كويس من الاعضاء هنا في الفرع، ولكن يعني خلينا اقول انه الجو حر شويه، يعني ممكن يكون في تزاحم اكتر بكتير يمكن الساعات المقبله. درجه الحراره تقريبا 31 درجه. بالنسبه للسيوله المروريه، في سيوله مروريه كبيره من يعني بدري جدا منذ الصباح الباكر في سيوله، ولكن مع تزايد الوقت طبعا بيكون في تزاحم شويه من كل الطرق طبعا المؤديه هنا للنادي الاهلي فرع الجزيره. دي كانت كل الاجواء هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليك مره ثانيه يا كريم. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه روزان نصر جزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه.